السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد معايا. كما راكم تشوفوا راني في اش ماركات اليوم الحد، رحت نقضي شويه للدار لانه حنا نقضيو في الويكاند، لا سيمين غير حاجه خفيفه، لكن القضيان الكبير نديرو تاع الاسبوع. كما راكم تشوفوا لي غاتو عندهم رخاص، اش ماركات تبيع موان شير الكاطو والشوكولا والسقايط تاع الاولاد والخضره. كما راكم تشوفوا الخضره تبيع خضره فري وكما تاع المارشي، حتى السعر كما تاع المارشي، يعني الخضره عندهم والفاكهه ارخص من لي ماغازا الاخرين، مثلا ارخص من اوشون ومن ليدل وكل شيء. المهم يعني كيما المارشي ما كانش فرق في الثمن، وعينك ميزانك طبعا، الخضره تاعهم مليحه وشو الاشياء الاخرى. الكاطو هذا صح يبيعوا رخيص، لكن دائما لازم تشوفوا ليدات لانه احيانا التاريخ يكون قريب، تلقاي مزلت فيها اسبوع ولا باش تتبريما. هذا بالنسبه للتاريخ، يعني قلت لكم لازم تنتبهوا للفرماج، الياغورت، الزبده، لا كريم فريش، هذو كل تنتبهوا لهم. اما الخضر والفواكه عندهم يعني مليحه، ما عندي ما نقول فيها. بالنسبه للحم انا صراحه ما عدتش نشري من عندهم، ما عادش يعجبني خلاص. الفتره الاولى كانوا صح يبيعوه مليح، ومن بعد ولا ما يعجبنيش، ونفضل تاع لافيرم نتاع ابلج هو المخير بالنسبة للحم ولا الدجاج ولا مرقاز ولا أي كان، يعني هو المخير. لكن نروح لها على جال الفرماج عندهم رخيص، الخضر والفواكه، المشروبات تلقاي كاين وكاين، مش كل المشروبات تاعهم تعجب، لكن يجيبوا المشروبات اللي احنا نحبوها تاع لامارك ولا المشروبات الجزائرية، وتكون شوية أرخص من المغازان الاخرين. التمر، شوفوا ذيك الطماطم العجيبة الغريبة المهم الدلع، هاد الحوايج كل تلقايهم مليح عندهم. لكن قلت لكم اللحم ما عادش نشري من عندهم صراحة. الخضر كما راكم تشوفوا يبيعوا عندهم كل شيء، كل انواع الخضر والفواكه، وما شاء الله الاسعار قلت لكم مليحه بزاف، يعني كما المارشي. هذه هي يعني خضر وفواكه في مغازا لكن بسعر المارشي، يعني الواحد اذا قادر ينقص على روحه شويه من الغلاء علاش لا. الدنيا دوكا راهي ولات تشوي خاصه بعد كورونا، فالواحد يحوس دائما وين يلقى شويه ناقص السعر. الثوم كما راكم تشوفوا غالي بارتو، شوفوا هنايا واش لقيت، الرشته الجزائريه كنت ديتها عليهم مره وهايله بزاف عجبتني، وعاودت رجعت جبت منها ان شاء الله نديرها. كيما راكم تشوفوا شوفوا الاسعار تاع الياغورت، وهذا كوكا ب 2 اورو، يسمى رخيصه بزاف كوكا عندهم. المشروبات هذو من حمود السيليكتو لكل شيء. كيما شفتوا الاسعار ما شاء الله. هنايا انا جولتي في اش ماركات خلاصت، وكنت معروضه للغدا، صافي جينا حطينا القضيان ورحنا. كنت معروضه عند صديقتي اللي هي مش مجرد صديقه، هي اكثر من اخت، معروضين على باربيكيو عندها. رحنا درنا باربيكيو، كما راكم تشوفوا الجو عندنا عندنا ما نقولوا، فيه شويه ريح لكن احسن من الايام الماضيه على الاقل، يعني ما كاش البرد كما دوك الايامات، والمطر ما كانش، جات شويه مطر هكا عقبه تاع 10 دقائق برك وحبست، لكن ماشي كيما الايامات اللي فاتوا طول النهار طول النهار المطر. اما بالنسبه للشمس رانا عندنا في شحال ما شفناش الشمس، يعني في شحال عندنا ما شفناش الشمس، يوميا المطر كما راكم تشوفوا الجو عندنا. الريح شويه لكن الحمد لله خير من الايام الماضيه، على الاقل نقدروا نقعدوا برا. هذا هو انا كي وصلت لقيت ديجا بدات تشوي، هذه هي دارت سلطه، دارت كثر خيرها. أنا طبعا بما أنه نعشق الطبيعة فظليت كيرينوبا ظليت كيرينوبا في الجغدة. شوفوا ما شاء الله هذوك العصافير والصوت تاعهم يهبل. هنا كما راكم تشوفوا راهي تصب المطر، من الحمد لله كانت عاقبة، يعني صبت غير 10 دقائق ولا وحبست تاع العشية خلاص وباش ولات تصب. من زعما الحمد لله خلاتنا كملنا العشية طخونكيل.
راني نجري مور لوعال نصور فيهم من بلاصه لبلاصه. عجبوني لوعال، يعني العصافير احنا في الجزائر نقولوا لوعال. قرنينة جزائرية في فرنسا، شوفوا في البحيرة هذه القرنينة جاية من الجزائر وتغرست في فرنسا، شوفوا ما شاء الله ذكرتني في أيام زمان. أيام الطفولة فعلا ولا أروع. احنا يا جهتنا يعني البرج والقبائل نعرفوا بلي احنا ناكلوا القرنينة هذه، نحيوها ونقيوها ونديروا بها طعام، فعلا 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 ولا ألذ طعام تاعها، يعني لي ما باقوش ضاع نص عمره. اعتقد فقط الجزائريين يعرفوها القرنينه. وهنا نحينا النعناع باش نشربوا التاي، كما راكم تشوفوا ولا اروع المنظر. هذه فقط للتسلية، قولوا لي البنات شكون اللي ما لعبتش بهذا الوردات هذوما كي كنا صغار في وقت الطفولة، نربح ما نربحش نربح ما نربحش، وبعد كي ولينا في الشباب ولينا يحبني ما يحبنيش يزوج ما نزوج ما نزوج. المهم كلنا لعبنا هذه اللعبة، كنا مساكن هذه الوردات نظلوا نتفو فيهم. قلت لكم اليوم ظليت كيما الرينوبا في وسط الحشيش، ذقت البسباس وذقت كليت القرنينة ولعبت بالورد ولعبت بالجرجيحة ولعبت بكل شيء. طبعا كنا هدرنا على القرنينة وبلي ما كليتش طعم تاع قرنينة من سنين، لانه مانيش نهبط للبلاد في الربيع، نهبط في الصيف تكون خلاصت، فمسكينة لقيتها وجدت لي طعام وطيبات الصباح وتعشينا به، جا ولا ألذ، روعة روعة روعة، بنين عسل. طعام قبايلي حر، يعني لانه صديقتي هذه قبايلية، يعطيها الصحة وبارك الله فيها ويعطيها ما تتمنى ان شاء الله، رحب وليداتها يا ربي. هناك خلصت الفيديو نتاعي، نقول لكم شكرا بزاف بزاف على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، استناوني في فيديو قادم بحول الله، سلام.